بونجور جان. صباح النور. كيفك اليوم؟ صباح انت. اليوم شيء كثير طيب. اليوم شيء كثير طيب. رايحين على البحر. على البحر. او رايحين من البحر. اليوم جايب معك من البحر. اليوم الرسات هي رح نعمل سي فود بلاتر. رح نعمل برزنتيشن اذا بدك كثير ترندي كثير اكزوتيك، رح نشتغل بهذا الصحن. اوكي. رح يكون فيها فريش تونه. رح يكون عندنا سومو ماريني بالصحن، رح يكون عندنا كروفات، رح يكون عندنا كيوي، رح يكون عندنا افوكا. ورح نشتغل هيك كم خبريه لنزين، رح نحط فاني بقلب الخلطه، يعني اذا بدك كثير الخلطه اكزوتيك وحلوه وترندي رح تطلع. بيكونوا مصفوفين ولا محطوطين ولا؟ لكن رح يكونوا مقسمين ثلاث اشياء، يعني رح نبين ثلاث طعمات، عندنا السومو، عندنا التونه، وعندنا اوكي السلاد الافوكا مع البندوره، ورح نشتغل بهذا الكادر، يعني هلا بنشوف اخر شيء شو رح يطلع معنا نتيجه. هلا بدنا نبلش من الاخر؟ لا ما في شيء خالص. رح نبلش بالشيء اللي بده وقت. رح ناخذ الفريش تونه الفيلي، رح نطبخها سيرت بالمقلايه، رح نشوف كيف. رح نبلش فيها اول شيء لتلحق تسقع لتتقطع معنا ما تفرط كثير. هلا شو رح نعمل؟ رح نحط زيت، رح ناخذ كفوف دائما التونه، يعني اذا بدك طريقتين لنطبخ التونه او لنشتغل بالتونه او لناكل التونه، يا فريش يا مثل ما هلا عم نعمل، اكثر من هيك بتنشف بروح لونها، يعني لونها قديش شايفتيه حلو. هلا رح نطبخها بطريقه رح تنطبخ من برا ومن جوا رح تضل لونها هيك. رح ناخذ الفيلي نقطه زيت، بس انا بدي اعمل شغله قبل لانه بدنا المقليه تكون كثير حامله هالوقت نحن عم نشتغل فيها، وبدنا زيت كمية شوي زيادة. زيت زيتون؟ زيت زيتون. هلا بتشوفي كيف رح نطبخها، يمكن دقيقتين. اوكي، الزيت. لكن هون حطينا بهار اسود. حطينا ملح. رح ناخذ سيبولات. نفرم سيبولات ناعم. هيدي ما بدها نقع. هي بلا نقع ابدا، بس انا هلا رح تشوفي ليش عم بعمل هيك، لانه بدي لزق عليها البافو بالزيت قبل ما تقلبها على النار. صح. هلا اوكي رح ناخذ كل هال، حطهم هيك على جنب، ورح ناخذ البافو، رح ناخذ وقفه سريعه بونجر. يلا لكن اليوم سيت فود بلاتر، بلشنا بالتونه عم تشوفوها مشاهدينا. مزبوط، حطينا لها الزيت، حطينا لها الملح، حطينا البهار، حطينا سيبولات. هلا رح ناخذ البافو رح نلزقهم عليهم بهالشكل. هلا فينا اذا عم نشتغل الروسات ايجن فينا نروح على سمسم ني. اوكي. هلا نحن اذا بتلاحظي عم نعمل لها كروت. بدنا نغلفها يعني. بدنا نغلفها. وهلا شوفي شو حلوين من بعد القلي. هذه هي زيتنا بالمبدا حمي. رح ناخذ ملقط، رح ناخذ الفيلي، هلا الفيلي رح نطبخها على كل ميلي يمكن دغري بتاخذ لون. دغري بتاخذ لون، نحن الهدف نعطيها لون من برا، نطبخها من برا، يعني عم نحكي يمكن عن شي 3 ملم من برا، وكل القلب عم نحكي على كل الميلات، وكل القلب بضل احمر هيك. فهلا بالبرزنتيشن بتقطيع بس نقصها، بتقصي ببين من برا لونه جري اذا بدي، ومن جوا اللون الحلو الاحمر الاحمر. على الاكيد التونه يعني ما فينا نفوتها على الفرن نطبخها لانه ما بقى في تونه، يعني بتنشف، ما بقعد فيها طعمه، ما بقعد فيها لون، ما بقعد فيها نكهه، لانه اولموست قلبها رح يضل ني. حتى نحن هلا بس نقصها بالبرزنتيشن رح نتعاطى معها كانه عم نشتغل بشيء ني. صح. كسمو ك
لكن نحن رح نطبخ التونه نحطها بالبراد هيك شيء 10 مينتس لحتى طلعت، لانه بالتقطيع ما يفرط التونه اللي انطبخ اللي من جوا ما بيخوف. اوكي ورح نرجع نكفي، رح نبلش نشتغل بالسومو. سومو المارينين احنا عاملينها كذا مره اللي بننقعها بالملح بالسكر بالبهارات بالاعشاب 24 ساعه. رح نرجع نعمل الخلطه ديركت هلا، رح نبلش فيها مع الكيوي، يعني هن ثلاث خلطات. رح نخلص التونه رح نشتغل بخلطه السومو، رح نرجع نبلش بالافوكا مع البندوره، رح نرجع نعمل تويل البارميزان، ما بعرف اذا عملته انا وياك او ما. ايه عملناه بلا. رح نعمله لك شو حلوه. يعني البافو دغري بيعلق عليها. حلو. هلا ديركت هون اذا حطينا سمسم كمان نفس الطريقه. سمسم نفس الطريقه، اساسي سمسم يكون ناي لانه بياخذ اللون بشقر ايه. هو عليها اذا كان اوريدي اشقر او محمص بصير لونه كثير غامق. حلوة ناخدها نبرمها هيك، هنعطي كوش كمان على صدق الحروف كمان مش كتير. لو بتلاحظي بس عم نطبخ الحروف امتى نختمهم يعني مزبوط اللي هي تكون خلصت. يا هنشيل مقلاية خلصتها منها. هلا رح نبلش نحضر. رح اخذها ديركت على البراد. سقعها شوي لحتى بس كنا وصلنا على البرزنتيشن نقدر نشتغل فيها نقطعها ما تفرط. سومو لكن ماريني من قبل. سومو ماريني اكيد رح بلش اقطعه مثل ما قلنا يعني سومو مع شو رح سومو رح يكون مع كيوي مع كيوي مع فاني. اوكي يعني اذا بدك شوي جنين فيها الروسات اليوم بدنا نعمل تارتار اذا بدك بالسومو وبالكيوي. هولي رح نحطهم بقلب الكادر شايفينه السير ستينلس. سو بدنا نفرمهم صغير؟ تارتار كفو. تتذكري كيف عملنا البارميزان طويل؟ ايه وقتها جبنا تتذكري لدرجة انه تقدري تعمليهم هلا لحالي؟ ايه جبنا واكس بيبر جبنا بارميزان اول شيء ايه اوكي بس مش على واكس بيبر بلا نبرش البارميزان بنحطهم بال نعمل كوش منها صح على الورقه ورقه الزبده بنفوتهم على المايكرويف حسب قوة المايكروويف احنا عندنا هون يمكن شي دقيقتين بيطلعوا لانه شوي قوي المايكروويف نرجع بنشيلهم ونتركها بس لتاخذ روم تمبرتشر تتبرد مزبوط وتقشر معنا تطلع ديركت ما هي على الواكس بيبر يعني حاطينها على واكس بيبر تحت تطلع ديركت ايه تتزحط عنها بنتركها هيك لتسقع شوي لتصير كريسبي فهلا رح نعمل هيك شقفتين حلوين سومو مبدئيا بكفوا هلا اذا ما كفونا بنرجع بنظبط الوضع كم سعر بدك تعمل؟ ليكي ما كثيرة يعني رح نعمل ثلاث صحون بس لناخذ لناخذ وقتنا بالبرزنتيشن لانه هلا بتشوفي بتزيد عليهم كيوي ناخذ حبة كيوي الكيوي طيب مع السالمون مع السي فود ليش؟ لان عندك سويت اند ساور طعمته يعني عندك هالحموضة وعندك وحلو بنفس الوقت وحلو نفس الوقت بيعطيكي هاللون الحلو بدها تكون حلوه؟ ما كثير مستويه ما كثير مستويه بدنا الاسيديتي اللي فيها
هلا هون فينا نحط غير فواكه كمان. فينا نروح على مونغ، بس المونغ كمان بيكون كثير قريب لونه من ال من السموم. من السموم. هلا رح ناخذ مدرشة الحامض، نبرش حامض، نرجع نحط فاني. فاني كيف حتى مدخلين فاني؟ فاني كثير طيب كمان، يعني عنده بيعطيكي هالطعمه هيك اليونيك فيها. ما رح نكتر لانه الفاني الفريش كثير قوي. قوي. برش حامض. حلوين ترايا. هن اكيد لانه بنشفوا، بس ينشفوا ايه. ما بقعد يطلع منهم ال صعب انه تشيل منهم ال اوكي الحبوب. رح ناخذ زيت زيتون، رح ناخذ حبتين سيبولات على القد، نفرمهم ناعمين بقلبها، هيك لنعطيها شوية لون. بيبقى معصوم أكيد. رح ناخذ رشة بهار عليها، ملح اكيد ما بنحط على السومو ماريني لانه هو منقوع بالملح، اخذ الملح اللي بده اياه. اوكي كان نحن هالخلطه خلصت، السومو التونه بالبراد ما بدها غير تقطيع. هلا رح نحطها هيك على جنب لانه نحن ديركت هلا بنخلص خلطاتنا رح نبلش نشتغل. خليني اغير البلاتو، لكن الثالث هو ال رح نعمل خلطة بالافوكا. افوكا مع القريدس؟ لا القريدس، القريدس رح يكون على التوب تبع الرينج تبع السومو. اه اوكي رح اوقفها للحبة على السومو. لكن رح بلش انا بهالخلطة، رح نعمل خلطة كثير كلاسيك كثير طيبة، شيري توميتوز مع نسينا نحط فاني هونيك، لاحظتي هالشيء؟ انا لاحظت بس بلكي مش هلا. رح نرجع ناخذ انا هون قصصها إذا بتلاحظي تفتح هذا الفانيلي بقلبه هو كل الفليفر. رح ناخذها هيك بقفص السكين، ما بدي كتر اللي هن هول بكفوا إذا بتلاحظي. رح ناخذهم هالقد أكثر من هيك لأنه بمرمر الفانيلي بقلبه. هلا خليني بلش افرم انا البندوره كم حبه، لكن البندوره مع الافوكا اذا بتقشري كم حبه حبه يمكن وحده بتكفي، اكيد بكون انا خلصت هون في يمكن كم وحده حلوين هيك الاستوى تبعهم وصل وحده بدك بالمبدا وحده بتكفي الا اذا طلع قلبها مش أوكي. خليني اعطيك سكين بدك افرغها او لا بدي اقشرها لاقدر قصك ببيت حلوين، يعني اليوم الروسات شوي منا تراديسيونال هيك عم نشتغلها شوي اذا بدك بتأني، يعني منا روستيك رح تكون شوي رح ناخذ وقفه سريعه مشاهدينا، ضلكم معنا رح نكفي بعد شوي.